مئات المواطنين توافدوا إلى مديرية صحة درعا للمشاركة في حملة تبرع بالدم دعما لرجال الجيش العربي السوري وتقديرا لتضحياتهم. دعما لرجال الجيش العربي السوري وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن، نظمت محافظة درعا حملة للتبرع بالدم. والله أقل شيء نقدمه للجرحى وللجيش العربي السوري هو دمنا، أقل شيء نقدمه له، ولو يطلع بينا نقدم نكون معهم بساعات القتال. أكيد هذا أقل شيء يعني فينا نساعد فيه، وفينا نساعد هالوطن وهالبلد كلها يعني. مئات من المواطنين يتقدمهم محافظ درعا محمد خالد هنوس توافدوا إلى مديرية الصحة للمشاركة في الحملة التي تؤكد على مساهمة الجميع في دحر الإرهاب والتصدي له. هذه الحملة دعما لقواتنا المسلحة ودعما لجرحى قواتنا المسلحة والجرحى المدنيين التي استهدفتهم قذائف الغدر والخيار على مدى أيام ثلاثة ماضية على الأحياء السكنية في مدينة درعا، فاستهدمت الأحياء والسكان وكان هناك عدد كبير من الجرحى. اليوم تشارك بتقديم الدم، ولو أن التبرع بالدم هو أقل مرحلة بتقديم الدم لهذا الوطن، ونتمنى من الجميع جميع شرفاء محافظة درعا الالتحاق بالجيش لتقديم الدم الحقيقي في المعركة فداء للأرض. الحملة التي شارك فيها فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وقيادة الشرطة وعدد كبير من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية تؤكد أن دعم الجيش العربي السوري واجب وطني لدى كل سوري. يعني تعرفي أنه الدور الأساسي بحملات التبرع دائما هو نقطة الانطلاق أو البداية هي مديرية الصحة، الكادر الموجود وزائد عناصر بنك الدم، زائد عناصرنا اللي شايفتها هي العدد الهائل من الناس اللي مجرد ما سمعوا بأنه في حملة تبرع بالدم سواء للجيش أو للمواطنين السوريين اللي تعرضوا لعمليات القصف من المجموعات المسلحة، القصف العشوائي لأطال الصغار والكبار والنساء والرجال والشيوخ، هذا لنورجيك انه هاي مواطننا وهذا شعبنا. العاملين في مديريه الخدمات الفنيه اليوم توجهوا الى مقر مديريه الصحه للتبرع بالدم لصالح جرحى الجيش العربي السوري. هؤلاء يستحقون مننا كل شيء، هؤلاء يبذلون بارواحهم ويقومون بكل الاعمال لكي يعيش الاخرين السوريين. حمله التبرع بالدم في درعا تعبير عن محبه المواطنين ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري الذي يخوض المعارك ويقدم التضحيات والدماء في مواجهة الإرهاب التكفيري. جولة رسمية على كليات الحقوق الثالثة والتربية الرابعة والاقتصاد والتأكد من توافر الأجواء المريحة والمستلزمات الضرورية للطلاب بالشكل الأمثل. بهدف الاطلاع على واقع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات فرع محافظة القنيطرة لجامعة دمشق، قام محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر بجولة على كليات الحقوق الثالثة والتربية الرابعة والاقتصاد، مؤكدا أنه تم توفير الأجواء المريحة والمستلزمات الضرورية للطلاب في سبيل إنجاح العمليات الامتحانية بالشكل الأمثل. نسعى دائما لتقديم كل الأجواء الآمنة والهادئة لهم لتقديم امتحاناتهم، وكل محبتنا لجيشنا العربي السوري الصامت في وجه العدو الإسرائيلي الذي يبعد عنا أمتار وعصاباته الإرهابية المسلحة ويؤمن الجو الآمن لأبنائنا الطلبة الذين أشد على أيديهم وأحييهم من قلبي رغم استهدافنا بقذائف الغدر من العصابات الإرهابية المسلحة والعدو الإسرائيلي، إلا اليوم شعبنا وأهلنا وطلبتنا أكثر تصميما على تقديم امتحاناتهم وعلى السير في حياتهم الاعتيادية، وهذه عظمة سوريا والنصر لنا بإذن الله. الطلاب من جهتهم أكدوا إصرارهم على متابعة تحصيلهم العلمي للمساهمة في بناء وطنهم بالعلم والمعرفة. أدرس أدب عربي سنة ثانية، الأسئلة سهلة مقبولة لجميع الطلاب يعني جميع المستويات. الأسئلة تمام سهلة سنة ثانية عربي أدب عربي. رغم كل الظروف التي تحاول عرقلة سير عجلة الحياة في محافظة القنيطرة، إلا أن أبنائها مصرون على إكمال مسيرتهم في كل المجالات، ومتابعة التحصيل العلمي هي أحدها. تكريم لرواد طلائع البعث على مستوى الفرع في كافة الاختصاصات العلمية والأدبية والفنية والإعلامية الصغير على مسرح دار الثقافة بحمص.
المتميزون على هذا المسرح كرموا، حيث أقام فرع حمص لمنظمة طلائع البعث حفل تكريم رواد الطلائع على مستوى الفرع في كافة الاختصاصات العلمية والأدبية والفنية والإعلام الصغير بحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعاليات رسمية وشعبية على مسرح دار الثقافة. هؤلاء الأطفال الذين هم سيكونون عدة المستقبل في سوريا، وهم سيكونون بنات هذا المستقبل القادم الذي سينعم بالأعمار وبالنجاح وبالانتصار. نحن الآن نكرم رواد طلائع البعث الذين فازوا على مستوى المحافظة، سيكون هناك تكريم خاص لمن فازوا على مستوى قطر لنعزم فيهم روح الإبداع روح المعرفة. في إطار تعاون مشترك ما بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية ومنظمة طلائع البعث، اليوم عم نساهم في عملية تكريم الرواد الطلائع على مستوى القطر، لا سيما المتميزين منهم في مجالات مختلفة. أحب وطني كثيرا وسأفدي وطني بدمائي. هذه تفوقي إلى عائلتي وأرض سوريا الحبيبة ورجال الجيش العربي السوري. بهذا تكريمي للجيش العربي السوري وشهدائنا لسوريا الحبيبة. بهذا نجاحي لقائد الوطن وللوطن وللجيش العربي السوري. تخلل الحفل فقرات فنية فلكلورية قدمها الأطفال المشاركون الذين أكدوا إصرارهم على متابعة تحصيلهم العلمي وممارسة هواياتهم وإبداعاتهم والمساهمة في بناء. مصادرة كمية كبيرة من الدقيق التمويني في منطقة حصين البحر بمحافظة طرطوس كانت تستخدم لغير الغاية المخصصة لها. صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة طرطوس كميات من الدقيق التمويني في منطقة حصين البحر بريف طرطوس، وذلك أثناء تكثيف الدوريات في الريف والمدينة خلال شهر رمضان المبارك. المصادرات شملت كميات من الدقيق التمويني في معامل ومحال تجارية والتي كانت تستخدم لغير الغاية المخصصة لها، حيث تم تنظيم الضبوط اللازمة ومصادرة الكميات أصولاً وإحالة المخالفين للقضاء. خلال شهر رمضان نحن دورياتنا مستمرة قبل الظهر وبعد الظهر حتى فترة الإفطار، عندنا دوريات مناوبة على مدار 24 ساعة، لأي شكوى على 119 نحن مستعدين لاستقبالها وتوجيه دوريات لها. تم ضبط الكميات وإحالة أصحاب العلاقة إلى القضاء المختص أصولا. الدقيق حجزناه حاليا عندنا هون وبدنا 1500 كيلوغرام دقيق بدنا نحطهم بالمطحنة مشان توزيعهم. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المدن السورية إلى ضبط المخالفات التي تسهم في تخليص المواطن من طمع ضعاف النفوس.